ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسماء عيسى من قناه اكلتك. هعمل لكم النهارده شرايح اللحمه بطريقه سهله جدا مع البروكلي كده والفلفل الالوان. يلا نشوفها ونرجع تاني. وطبعا زي ما شفتوا الاكله معانا سهله جدا ومش تاخد منا وقت، و20 دقيقه ده لو حد مستعجل كده وعايز يعمل حاجه في السريع. ممكن نقدمها مع رز زي ما احنا هنقدمها، زي ممكن نقدمها مع مكرونه، يعني زي ما تحبوا مفيش مشكله، اللي حاب حاجه يعملها. ممكن اعمل لحمه طبعا بطرق كتير جدا، ممكن اعمل شاورما اللحمه، وانا عملتها في فيديو من الفيديوهات بتاعتي وهسيب لكم اللينك بتاعها. هقول لكم بقى طريقه تانية ممكن نعمل بيها اللحمه برده كده في السريع ويبقى طعمها حلو جدا، وهي لحمه مع طاجن في الخضر، يعني طاجن خضار كده باللحمه في الفرن. طعمه حلو جدا وسهل وما فيهوش اي حاجه. هجيب اللحمه بتاعتي وهقطعها مكعبات صغيره طبعا، وهشوحها على النار مع البصل والفلفل. اهم حاجه بصل وفلفل، فلفل اسود، دول بيدوا اللحمه ريحه من غير ما نحط توابل ومن غير ما نحط اي حاجه، هتلاقوا ريحتها حلوه جدا. يعني هنتبلها كده مع بعض شويه او هنشوحها في النار، مش لازم نقطع البصل، يعني ممكن بس نسيب البصلايه نصين كده تدي ريحه للحمه. لو عايزين نحط توم تمام. هنشوحها طبعا تشويحه كويسه، وبعدين هنجيب الطاجن بتاعي واحط فيه كل الخضار اللي انا عايزاه. عايزه احط بطاطس، كوسه، بسله، جزر، كل الحاجات دي. وطبعا هكون عامله عصير طماطم فريش. خلاص خلصت، هجيب المكونات بتاعتي دي كلها او الخضار بتاعتي وهحطها على اللحمه مره واحده مع الصلصه مع كل حاجه، وهقلبهم لحد ما احس ان هما خدوا غلوه بسيطه على النار عشان الخضار بتاعتي ما تتهريش مني. وبعدين هحطها في طاجن وهغطيه بالفويل كويس جدا عشان الحراره تسوي الاكل او الخضار مع بعض، وهدخله الفرن وهسيبه مثلا ساعه الا ربع في الفرن، وهكون على نار متوسطه وبعدين هخرجه. طعمها حلو جدا وسريعه وما بتاخدش اي وقت، ويعني جربوا حاجه جديده طعمها بجد هيعجبكم جدا. ممكن لو مش عايزين نعملها في طاجن او ندخلها الفرن، ممكن نعملها على النار عادي. وانا جربتها عند واحده صاحبتي بحبها جدا، اماني صاحبتي عزمتني عليها مره وعجبتني قوي. وهي عملت لي ايه اماني؟ عملت لي لحمه بالخضار برده بس على النار. اول ما اعرف الطريقه بتاعتها منها هعملها لكم بقى، دي عملي مش هقول لكم طريقتها ازاي، خليها مفاجاه. وان شاء الله المره الجايه هعمل لكم اللحمه بالخضار بس على البوتاجاز كده في السريع ان شاء الله. دي كانت حلقتنا النهارده واكلتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. اللي عنده يا جماعه اكلات انا ما عملتهاش، او لو حابب ان انا اعمل له اكله معينه يا ريت يبعت لي او يعني يكتبها لي في كومنت على في الفيديو تحت، وانا هعملها لكم ان شاء الله. يا ريت بقى تدعمونا بسبسكرايب ولايكات كتير جدا وشير كتير عشان نفضل مكملين ونجيب لكم كل حاجه جديده ان شاء الله. اشوفكم في حلقات جديده وقناه اكلتك. باي باي.